بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد إلينا سؤال تقول فيه السائلة: إذا طهرت المرأة من الحيض أثناء نهار رمضان، فهل تمسك بقية اليوم؟ نجيب عن الأخت السائلة ونقول: إن من المعلوم أن الحائض لا تصوم، فإذا انقطع دم الحيض في أثناء نهار رمضان فلا يصح صومها، وعليها قضاء هذا اليوم، ويستحب لها أن تمسك عن الطعام والشراب احتراما للشهر الكريم، ولكن لا يجب عليها ذلك لأنها أفطرت بعذر وهو الحيض، فإذا زال هذا العذر في نهار رمضان وأكلت أو شربت فلا شيء عليها، ولكن يستحسن أن يكون ذلك بعيدا عن أنظار الصائمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.